انا كنظن ان الخمس سنين الاخيره ديال الحسن الثاني كان فريمون الانفتاح السياسي ولا من ناحيه حوايج التعبير ومن ناحيه الصحافه ما عندناش اليوم. حقيقه خمس سنين الاخر ديال الحسن الثاني كان عندنا اللعب، يعني مثلا ما كانش كيدوز اسبوع ما كندوش في دوزيام، كنا كندوزو في دوزيام، حنا تعرفنا في دوزيام. الخمس سنين الاخر ديالو كنظن بانه وصل الحسن الثاني اخر حياته تبين لي ان المغرب صافي خصو يتبدل، وانه كنظن لو كان زاد خمس سنين اخرى لو كان قطعنا شوط كبير في الديمقراطيه. هادو منين جاو جداد جاو خيفانين، لاخو كانت عنده تجربه وعنده عارف مع من اللاعب وعنده داك الجنون ديال 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 البصري، عنده عباد الله اللي كيعرفوا المجتمع ويعرفوا السياسي، هادو دابا جاو ما كيعرفوا حتى حاجه. دونك بداو في القمع، وانا كنت قلتها لفؤاد، انا كتبت مقال في لو جورنال كنقول له فؤاد نقي لي سيلول شطبهم وحنا جايين. قال لي اش كدير؟ قلت له دخلونا للحبس، هادشي اللي غاديين فيه قلت له دخلونا للحبس وديو طازما مات ديالكم، هذا هو التمرة.